كيفكم يا عاشر؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تمام. أخذنا الحصة الماضية، أول إشي بلشنا بوحدة القوة، رح نبلش اليوم إن شاء الله. وأخذنا القانون الأول نيوتن، رح نبلش إن شاء الله اليوم بالقانون الثاني لنيوتن، تمام؟ برضو أخذناه بالصف التاسع. حاضر فيجن سريع للصف التاسع، أوكي؟ أول إشي، على ماذا ينص القانون الثاني لنيوتن؟ هلأ قبل ما أعرف أنا شو بنص القانون الثاني لنيوتن، يشمل الأجسام المتحركة. إحنا بالقانون الأول لنيوتن، طلعوا القانون الأول لنيوتن، القانون الأول لنيوتن إيش كان يشمل؟ الأجسام الساكنة أو المتزنة، والأجسام التي تتحرك بسرعة ثابتة، صح ولا لا؟ أما هون القانون الثاني لنيوتن، القانون الثاني لنيوتن يشمل الأجسام المتحركة، تمام؟ طيب، على ماذا ينص القانون الثاني لنيوتن؟ هلأ ينص يتناسب تسارع الجسم تناسبا طرديا مع القوة المحصلة المؤثرة فيه. يعني بحكي لك القانون الثاني، العلاقة بين التسارع والقوة علاقة طردية، تمام؟ ويتناسب هذا التسارع عكسيا مع مين؟ مع الكتلة. ويتناسب تناسبا عكسيا مع الكتلة، يعني أنا عندي التسارع اللي هي الأكسليريشن، يتناسب له علاقتين. العلاقة الأولى صبايا وشباب أنه يتناسب طرديا مع الفورس، تمام؟ الاكسلريشن يتناسب تناسبا طرديا مع الفورس مع القوة، وعكسيا مع الكتلة مع الماس، تمام؟ تمام. طيب أعيد، يتناسب التسارع تناسبا طرديا مع القوة وتناسبا عكسيا مع الكتلة. طيب كيف يعني بس؟ يعني صبايا وشباب، أنا لما أثر على الجسم بقوة، تمام؟ هلا كل ما زادت القوة زادت حركة الجسم، صح ولا لا؟ يعني أنا كل ما زادت القوة الدفع مثلا على جسم معين زادت حركته، يعني زادت سرعته. إذا زادت سرعته أكيد رح يزيد التسارع، صح ولا لا؟ صح. فهون القوة، كل ما زادت القوة بتزيد السرعة، فبزيد عندي التسارع. هي أول شغلة، تمام؟ تمام. طيب هلا يتناسب التسارع تناسبا عكسيا مع الكتلة. أنا عندي شخص، هذا الشخص ضعيف وشخص مليان، تمام؟ الشخص الضعيف والشخص المليان مين بيقدر يركض أكثر؟ يعني مين بيقدر يتحرك أسرع، تمام؟ الشخص الضعيف والمليان تحكي لي والله الضعيف لأنه كتلته أقل فسرعته أعلى فتسارعه أعلى، يعني كل ما قلت الكتلة، تمام؟ زادت السرعة، بس تزيد السرعة رح يزيد عند التسارع، صح ولا لا؟ أما زادت الكتلة، تمام؟ فبصير الجسم بمانع التغير في حالة الحركية، صعب عليه يتحرك، بيكون الجسم كثير قصور، تمام؟ فصعب يتحرك، فسرعته قليلة فتسارعه قليل. يعني نيجي نحكي أن الأكسلريشن التسارع يتناسب تناسبا طرديا مع الفورس وعكسيا مع الكتلة، تمام؟ تمام، أوكي. طيب شو هو قانون، حكينا نص قانون نيوتن الثاني، تمام؟ تمام. هلا نيجي نحكي شو محصلة القوة للأجسام المتحركة؟ هلا الأجسام المتحركة والأجسام الساكنة، إحنا حكينا الأجسام الساكنة محصلة الفورس على الإكس تساوي صفر، ومحصلة الفورس على الواي أكسس تساوي صفر، لكن أما الأجسام المتحركة فمحصلة الفورس تساوي الكتلة الماس في الأكسلريشن. شو يعني ماس؟ الماس يعني الكتلة، ووحدة قياس الكتلة الكيلوغرام، تمام؟ والاكسلريشن شو وحدة قياس شو الاكسلريشن اللي هو التسارع، لوحدة قياسه متر لكل لبير سكنتر لكل سكنتر، تمام؟ تمام. هون كيلوغرام عشان اوكي، تمام تمام. يعني محصلة القوة لما يكون الجسم ساكن او بتحرك بسرعة ثابتة محصلة القوة تساوي صفر. إذا كان الجسم بيتحرك فمحصلة القوة للأجسام المتحركة تساوي الماس في الأكسلريشن، تمام؟ تمام. طيب هلا زي ما حكينا القانون نيوتن الثاني يساوي محصلة القوة تساوي الماس ضرب
الاكسلريشن. تمام. هلا بالصف التاسع اخذنا نص القانون الثاني لنيوتن. تمام. ينص القانون الثاني لنيوتن، تمام، اللي هو بخص الاجسام المتحركه، ينص اذا اثرت قوه محصله في جسم، كان عندي قوه محصله واثرت في جسم اكسبته تسارعا يتناسب طرديا معها وفي نفس اتجاهها. اذا بدي هيك تتذكرون هذا القانون، نص القانون هذا او نص القانون اللي اخذناه قبل شوي. الاثنين يا صبايا يا حلوين بس. تمام تمام. يعني القانون الثاني لنيوتن، اذا اثرت قوه محصله في جسم، اذا اثرت قوه محصله في جسم اكسبته تسارعا يتناسب طرديا. التسارع علاقه بين الفورس والتسارع علاقه طرديه. تمام. اكسبته تسارعا يتناسب طرديا معها وفي نفس الاتجاه، فالفورس يساوي الماس في الاكسلريشن. علاقه الماس علاقه اللهم صل على سيدنا محمد، الاكسلريشن في الفورس علاقه طرديه. تمام. يعني كل ما زادت القوه زاد التسارع. شو علاقه الاكسلريشن في الماس؟ حكينا علاقه الكتله في التسارع علاقه عكسية. تمام تمام. نكمل. نجي نطلع صبايا هون منحنى، هذا المنحنى بيعبر لي عن القوة وبيعبر لي عن التسارع. شو العلاقة؟ ببين لي هذا المنحنى العلاقة بين التسارع والقوة المحصلة. تمام. شو العلاقة بين التسارع والقوة المحصلة؟ بنحكي حسب القانون الثاني لنيوتن، بنحكي إذا أثرت قوة محصلة على الجسم أكسبته تسارعا، تمام، يتناسب طردي معه وفي اتجاهه، صح ولا لا؟ فهون علاقة بين التسارع والفورس علاقة طردية. تمام. طردية. اوكي. صعبة؟ طب نكمل. طيب عندي هون منحنى بين التسارع والكتلة، شو حكينا؟ تتناسب الكتلة تناسبا عكسيا مع التسارع، كل ما زاد التسارع قلت الكتلة. تمام. وكل ما زادت الكتلة قل تسارع هذا الجسم. فالعلاقة بين التسارع والكتلة علاقة عكسية حسب المنحنى. تمام. اوكي اوكي. يعني بنعيد، الفورس تساوي الماس في الاكسلريشن. تمام. علاقة الفورس مع علاقة اللهم صل على سيدنا محمد، التسارع علاقة التسارع مع الفورس طردية، ومع الماس اللي هي الكتلة عكسية. اوكي؟ اوكي يا مس، كثير سهل، نكمل. طيب، يلزم أيضا مراعاة وحدات القياس عند تطبيق القانون الثاني لنيوتن. فإحنا وحدة قياس الفورس أكيد نيوتن، ووحدة قياس الأكسلريشن أكيد أخذناها مثل لكل ثانية تربيع، ووحدة قياس الكتلة اللي هي الماس الكيلوغرام. تمام؟ تمام. ويمكننا القول أن واحد نيوتن يساوي واحد كيلو جرام دوت متر لكل ثانية تكعيب. تمام؟ تمام صبايا وشباب؟ في مشكلة؟ أوكي. أوكي؟ تمام. يعني إحنا لازم نراعي وحدات القياس. طيب، هلا عرفي وحدة قياس القوة لنيوتن. نعرف نيوتن، نعرف نيوتن هي القوة المحصلة التي يلزم التأثير بها على جسم، قوة محصلة بأثر فيها على جسم كتلته واحد كيلو جرام تكسبه تسارعا مقداره واحد متر لكل ثانية تربيع وفي اتجاهها. عرفي نيوتن، عرف نيوتن. شو تعرف نيوتن؟ اللي هي وحدة قياس القوة، وهي القوة المحصلة التي يلزم التأثير بها، هاي قوة محصلة بأثر فيها على جسم، كم كتلة الجسم؟ واحد كيلو جرام، تكسب تسارع، كم مقدار التسارع يا حلوين؟ واحد متر لكل ثانية تربيع وفي اتجاهها. أعين، نيوتن هي قوة محصلة بتأثر على جسم، نيوتن قوة محصلة بتأثر على جسم، تمام؟ هذا الجسم كم كتلته؟ واحد كيلو جرام. تمام؟ بتكسبه تسارع أو بتعطيه تسارع، كم مقداره؟ واحد متر لكل ثانية تربيع وفي اتجاهها. تمام؟
وبذلك مع أن القوة المحصلة تكسب الجسم تسارعاً أفقياً، تمام؟ يعني مثلاً نيجي نطلع، الجسم بيتحرك صبايا وشباب، الجسم بيتحرك على السيناء، تمام؟ فمحصلة الفورس، هي محصلة الفورس على الإكس أكسس تساوي الماس في الأكسلريشن على الإكس. الجسم أثرنا عليه بقوة، هاي القوة على الإكس أكسس على محور السيناء، فالتسارع أكيد رح يكون على محور السيناء، تمام؟ تمام. لو أنا أثرت بقوة على محور الصادات، تمام؟ محصلة الفورس حركت الجسم على محور الصادات، تمام؟ شو رح يساوي؟ الجسم متحرك، فيساوي محصلة القوة الماس في الأكسلريشن على محور الصادات، تمام؟ هلا اتجاه القوة على الصاد، فاتجاه التسارع على الصاد. اتجاه القوة على السين، فاتجاه التسارع على السين، تمام؟ تمام، بعيد صبايا وشباب. أنا إذا أثرت بجسم، هذا الجسم أكسبت قوة باتجاه الإكس أكسس أو محور السيناء. تمام، أنا أعطيته قوة باتجاه محور السيناء، تمام؟ فرح يكتسب تسارع، وهذا التسارع رح يكون برضه بمحور السيناء، تمام؟ تمام. أنا عندي جسم أثرت عليه بقوة باتجاه محور الصادات، رح يكتسب تسارع، وين رح يكون اتجاه التسارع؟ باتجاه محور الصادات، أوكي؟ فاتجاه القوة والتسارع بنفس الاتجاه. يلا ناخذ مثال. جد القوة المحصلة التي يلزم التأثير بها في صندوق، يلا هاي الصندوق كتلته كيلوغرام، هاي الماس يساوي 20 كيلوغرام. لإكسابه تسارع، يعني الجسم بيتحرك، التسارع الأكسلريشن يساوي 2 متر بير سكند تربيع. جهة اليمين، اتجاه اليمين، هون اليمين. شو بده؟ بده يجد محصلة القوة. بحكي محصلة القوة على الإف، هلا وين بيتحرك هذا الشخص؟ بيتحرك هذا الشخص، تمام، تسارعا أفقيا، يعني بيتحرك أفقي. الأفقي محور الإكس ولا الواي؟ لكن الأفقي محور الإكس. محصلة القوة على الإكس، بما أن الجسم بيتحرك يساوي الماس في الأكسلريشن. طب لو الجسم ثابت ما بيتحرك، محصلة القوة تساوي صفر. هاي الفرق بين الأول والثاني. طيب محصلة القوة بدي أطلعها، تساوي الماس، كم الماس؟ 20 كيلوغرام ضرب الأكسلريشن، كم الأكسلريشن صبايا؟ 2. 20 ضرب 2 بيطلع 40، تمام؟ اتجاه القوة 40. هلا بما أن التسارع اليمين، القوة بنفس اتجاه التسارع، فبتصير برضه يمين، تمام؟ تمام تمام؟ هاي 40 باتجاه اليمين أو اتجاه الإكس الموجب. هون بس أكتب 40 عشان مش واضحة عندكم، يمين. وحدة قياس القوة النيوتن. أوكي؟ أوكي، نيجي على السؤال اللي بعده. يلا مثال 3 بكتابنا. طيب نطلع على مثال 3. تعطلت سيارة، تمام؟ كتلتها 800 كيلوغرام، عندي الماس معطيني اياه، هي الماس يساوي 800 كيلوغرام. فسحبتها شاحنة، تمام؟ صارت الشاحنة تسحبها على طريق أفقي. شو يعني أفقي؟ على محور الإكس، بقوة أفقية مقدارها 1000 نيوتن. يعني هاي الشاحنة، تمام، سحبت هاي السيارة بقوة أفقية، تمام، وين مقدار القوة الأفقية؟ 1000 نيوتن جهة اليمين. فهون عندي قوة أفقية 1000 نيوتن باتجاه ايش؟ اليمين، هاي باتجاه اليمين، تمام؟ تمام. إذا كانت قوة الاحتكاك في السيارة 400 نيوتن جهة اليسار، حكي لي إنه هون في باليسار قوة احتكاك مقدارها 400 نيوتن، تمام؟ بحكي لجد القوة المحصلة المؤثرة في السيارة، الجسم قاعد بيتحرك، تمام؟ فعليه نحكي محصلة القوة الفورس على الإكس أكسس، بما إنه الجسم بيتحرك يساوي الماس في الأكسلريشن، تمام؟ تمام. شو محصلة القوة صبايا وشباب؟ شو محصلة القوة؟ طيب شو محصلة القوة على الجسم؟ يلا شو محصلة القوة؟ تحكي لي مس القوتين، عندي قوتين، قوة دفع، تمام، أو سحب قيمتها 1000 نيوتن باتجاه اليمين، وقوة احتكاك 400 نيوتن باتجاه اليسار. فالقوة المحصلة حاصل طرحهم يا مس، بحكي لك برافو. فبتحكي لي مس القوة المحصلة، محصلة الفورس على الإكس تساوي 1000 ناقص 400، هي 1000 ناقص 400،
ألف ناقص 400 كم بيطلع عندي؟ 600 نيوتن. بحكي لك باتجاه مين؟ كذا بس بحصر القوة دائما باتجاهه الأكبر، بطرح الكبير من الصغير باتجاه مين؟ الأكس الموجب. فرع أول خلصنا، تمام. احسب التسارع. أوكي باجي بحكي محصلة الفورد تساوي الماس في الأكسلريشن. محصلة القوة هلا طلعناها كم؟ طلعت معنا 600 نيوتن. 600 نيوتن صبايا يساوي الكتلة كم؟ أعطيني الكتلة 800 جرام ضرب الأكسلريشن اللي بده إياه السؤال. تمام تمام يلا نطلع لفوق شوي. اوكي يا مس بنحكي 600 يا مس ديما تساوي 800 في الاكسلريشن عشان تكون واضحه عندي على 800 على 800 يا مس. بقول لك تمام هذه مع هذه بتروح بصف الاكسلريشن يساوي شوي صف الاكسلريشن يساوي تمام صفر مع صفر طبعا هون ضرب وهيك صفر مع صفر بتطير صفر مع صفر بتطير بصير 6 على 8 اللي هي 3 على 4 متر بير سكند تربيع. اوكي طيب هاي حسبت الاكسلريشن. شو طالب مني كمان؟ طالب مني فرع ثالث السرعه المتجهه للسياره بعد مرور 10 يعني شو بده صبايا؟ بده السرعه المتجهه للسياره يعني السرعه النهائيه للسياره بعد مرور 10 ثواني. يعني هون شو طالب مني؟ طالب مني السرعه النهائيه. خليني امسح يلا خلينا نمسح عشان نحل. طيب بدي السرعة النهائية، بدي استخدم واحد من قوانين أو معادلات الحركة بدي أسارع ثابت، تمام؟ أي قانون بستخدم أسهل واحد الأول، V نهائي السرعة النهائية تساوي V بدائية، V2 تساوي V1 زائد التسارع في الزمن. صح مس؟ صح. في نهائية بدي احسبها وطالب يساوي في بداية. يلا نيجي نرجع للسؤال. تعطلت سيارة، في البداية السيارة كانت متعطلة يعني ساكنة. يعني في واحد تساوي صفر، بعدين اجى الشاحنة سحبتها، صح ولا لا؟ فهنا صفر. زائد الأكسلريشن، كم طلع معنا؟ ثلاثة على أربعة. ضرب الزمن، كم حاطين الزمن بفرع ثلاثة؟ معطيني 10 ثواني في 10 سكند. تمام تمام يا مس بصير في نهائية في نهائية تساوي تمام. اوكي نختصر هذه مع هذه فيها على اثنين على اثنين هاي فيها خمسة هاي فيها اثنين صح ولا لا؟ فيها اثنين. طيب ثلاثة على اثنين واحد ونص، واحد ونص ضرب خمس، يلا بصير في واحد فاصل واحد ونص ضرب خمس، واحد ونص ضرب خمسة صبايا يلا خمسة في خمسة خمسة وعشرين، خمسة باليد اثنين، خمسة في واحد خمسة ستة سبعة، هاي سبعة، والفاصلة بعد كم منزلة؟ فاصلة بعد منزلة واحدة، يعني بيطلع عندي سبعة فاصلة خمسة سرعة نهائية متر لكل ثانية متر بير سكند. أوكي؟ نتأكد هاي سبعة ونص متر أكيد باتجاه اليمين إكس موجب. صعب صبايا؟ صعب يا حلوين؟ في مشكلة كتير سهلة التعويض هون. يلا ناخذ كمان سؤال تمرين. أوكي. هذا التمرين أثرت قوة محصلة، نركز، أثرت قوة محصلة أفقية مقدارها 100 نيوتن باتجاه عندي بوكس، أثرت عليها قوة محصلة قيمتها 100 نيوتن باتجاه اليمين، تمام؟ في صندوق الكتلة عندنا الماس تساوي 20 كيلو جرام. وهو مستقر على سطح أملس، بدي أعرف شغلة. انه انا اذا وقفت على سطح املس يا صبايا ويا شباب ما عندي احتكاك، فلا يوجد قوة احتكاك. بعيد، اذا الجسم واقف على سطح املس او تحرك على سطح املس فهون الجسم لا ما عنده احتكاك، لا يوجد احتكاك. جدي تسارع الصندوق حلو. هلا الجسم بتحرك صح ولا لا؟ بنحكي بتحرك على الاكس، محصلة الفورس على الاكس يساوي الماس في الاكسلريشن. صح؟ صح. كم قوة على الاكس صبايا؟ ما في الا قوة واحدة ولا هي 100 نيوتن، ما عندي احتكاك انه اطرح ويكون احتكاك عكس الاتجاه. تطلع 100 تساوي الماس بدي احسبه، لا بده التسارع سوري بده الماس، الماس 20 ضرب. الاكسلريشن كم الاكسلريشن بدي احسبه؟ يلا بدي اقسم على 20
على 20. هاي مع هذه بتروح بالصف الاكسلريشن يساوي 100 تقسيم 20 بالصف 5 متر لكل ثانيه تربيع. هاي عباره عن الاكسلريشن. تمام. صعب الفرع الاول؟ كثير سهل الفرع الاول. يلا نيجي على الفرع الثاني. امسح، يلا نمسح عشان ناخذ الفرع الثاني. يلا نيجي على الفرع الثاني. الفرع الثاني شطار طبعا، عم بطلع الاكسلريشن قبل ما انسى 5 متر بير سكند. السرعه المتجهه للصندوق بعد مرور 5 ثواني من حركته، بدي السرعه النهائيه. بنحكي السرعه النهائيه تساوي السرعه البدائيه زائد التسارع في الزمن، صح ولا لا؟ صح. في نهائيه بدي اياها تساوي في بدائيه. تمام. طيب هذا الجسم كان مستقر، هو كان مستقر بعدين اتحرك، يعني في واحد تساوي صفر، يعني السرعة البدائية تساوي صفر زائد الأكسلريشن كم طلع؟ 5 ضرب الزمن، كم معطينا الزمن؟ 5 ثواني. صفي في 2 تساوي 5 في 5 25 متر لكل ثانية باتجاه برضه اليمين. طيب الإزاحة التي يقطعها فرع 3، بدي الإزاحة التي يقطعها الصندوق بعد مرور 5 ثواني، يعني هون بدي قانون فيه إزاحة وفيه زمان. أي قانون فيه إزاحة وفيه زمان؟ أي قانون فيه إزاحة وفيه زمان؟ بنحكي دلتا إكس تساوي، أنا بتحرك على الإكس فباخذ قانون دلتا إكس. دلتا إكس في نوت في واحد في الزمان زائد نص، أي نص في التسارع في الزمن تربيع. طلع كيف طلع القانون شوي، خلينا نظبطه. تمام، نظبط القانون. ناخذ دلتا اكس يساوي بي واحد في الزمن زائد نص في التسارع في الزمن تربيع. عوض بي واحد صفر، ليش؟ لأنه كان مستقر على سطح أملس، فبي واحد صفر. دلتا اكس تساوي نص ضرب كم اكسلريشن طلع؟ هاي 5، صح ولا لا؟ ضرب تي تربيع اللي هي 5 تربيع اللي هي 25، صح ولا لا؟ 25. يلا نضرب 5 ضرب 25، 5 في 5 25 بزيادة 2، 5 في 2 10 12 125، صح ولا لا؟ على 2. 125 على 2 اقسم 125 على 2 تطلع عندي، اللهم صل وسلم، احنا بنقسمها هون 125 على 2. تمام. 6 6 في 2 12، اوكي 5 بتنزل هون عندي 4 تطلع 64.5. تمام، وبيطلع عندي 64.5. هي عندي هون بطلع عندي الجواب دلتا اكس تساوي نسيت. عن جد انا من الناس اللي بتنسى بسرعه. كم طلعتها؟ خليني اتاكد. 62.5، 62 62.5 62.5 صباية، اوكي. طب وين يكون اتجاهها؟ اكيد راح يكون لليمين. طب نيجي نطلع على السؤال. اول اشي طلعت الاكسلريشن، الفورس يساوي الماس في الاكسلريشن، طلعت الاكسلريشن ما عندي الا قوة واحدة سهلة. بعدين السرعة النهائية، السرعة البدائية زائد طلعت السرعة النهائية 25، والازاحة استخدمت قانون فيه ازاحة وفيه زمن. تمام. السرعة البدائية صفر راح تروح، النص ضرب 5 ضرب 25 ضربتهم ببعض تطلع 62.5 باتجاه اليمين. هيك صبايا حلوين بكون القانون الثاني لنيوتن انتهى. سهل كتير، ان شاء الله تكونوا فهمتوا. يعطيكم الف عافية حبايبي.